هناخد في الترجنومتري حاجة اسمها اليونت سيركل الأول. ودي مهمة جدا. بتبقى سيركل عاملة كده، الريديوس بتاعها بيبقى 1، الريديوس بتاعها بيبقى 1، يعني ممكن يوان لو هي اترسمت على صفحة كراسة بالريديوس بتاع 1 سنتيمتر، اترسمت على مدينة يبقى الريديوس بتاع 1 كيلومتر وهكذا، عشان كده بيسموها يونت سيركل، يعني الريديوس بتاع 1. بتكون بدأ من هنا من زيرو، تمام؟ هنا 90 ديجريز، هنا 180 ديجريز، هنا 270، كل مرة بتزيد 90، كل مرة بتزيد 90، مش عايز هنا 360 ديجريز، يعني كل مرة بتزيد 90. 0 90 180 270 360. طيب ده بيسموه الفيرست كوادرنت، فيرست كوادرنت، ده السكند كوادرنت، ده الثيرد كوادرنت، ده الفورث كوادرنت. طيب ال 180 دي بيسموها باي، بيسموها باي. طب 360 قدها مرتين فبيسموها 2 باي. طب ال تمام 90، ال 90 بتبقى نص ال 180 فيقوموا يسموها ايه؟ بيسموها الهاف باي، باي. مش باي بقى اللي هي 22 اوفر 7، لا الباي هنا بونر دي هنا دي بيسموها 270 قد 90 ثلاث مرات، يقوموا يسموها ايه؟ يسموها 3 باي اوفر 2، 3 باي اوفر 2، لانها ايه؟ ال 90 باي اوفر 2 هي قدها ثلاث مرات، يبقى 3 باي اوفر 2. طيب في عندنا رول، في عندنا بقى كل كوادرنت له اسم. الكوادرنت الاولاني يعتبر ملوش اسم، او بساعات بيسموه ايه يعني، بس انا ما بنستخدموش، هنشوف ما بنستخدموش بعد كده، اسمه 90 ماينس ثيتا لانه قبل ال 90، او هو بعد ال 360 يقوم يسموه ايه 360 بلس ثيتا. الكوادرنت الثاني اكمنه قبل ال 180 يسموه 180 ماينس ثيتا، او اكمنه بعد ال 90 يسموه 90 بلس ثيتا. الكوادرنت الثالث هو بعد ال 180 يقوم يسموه 180 بلس ثيتا، ماينس بلس لا بلس، هو بعد ال 180 يسموه 180 بلس ثيتا، تمام. لان احنا ماشيين كده يعني عكس عكس، يا اما يسموه هو قبل ال 270 فيسموه 270 ماينس ماينس ثيتا. طيب ده اكمنه قبل ال 360 يسموه 360 ماينس ثيتا، يا اما هو بعد 270 فبيسموه 270 بلس ثيتا. بس احنا هنلاحظ بعد كده ان احنا بنركز في التسميه على ده يعني الكوادرنت الاولاني، مش مشكله الاسم بتاعه، بنركز على اللي ايه 180 ماينس ثيتا، 180 بلس ثيتا، 270 سوري مش 270 بلس ثيتا، 360 بلس ثيتا، بنركز على اللي فيهم 180 و 360. وهقول لك ليه دلوقتي، هقول لك ليه دلوقتي كده تمام. على 180 وال 360 ما بيركزوش على ما بيركزوش على ال 90 وعلى الناس دي، ال 90 و 260. في عندنا حاجه اسمها استك رول. استك رول يعني ايه؟ بيقول لك هنا ايه عندنا حاجة اسمها ايه؟ استك رول، استك رول تمام هي ايه؟ اس تي سي، بس الناس بتصورها يقول لك استك. هي استك دي جت منين؟ تمام اقول لك بقى جت منين. ايه دي؟ اختصار كلمه اول، اس دي اختصار قول كلمه فايل، تي دي اختصار كلمه تان، سي دي اختصار كلمة كوزاين. يقوم يقول لك ايه؟ يعني ايه قول وساين وكوزاين والكلام ده؟ يقول لك ان في الكوادرنت الاولاني ده كل الريشوز، يعني الساين والكوزاين والتان ومقلوبات، كل واحد كله بوزيتيف، كله بوزيتيف، مقلوباتهم كمان، مقلوباتهم اللي هو ايه؟ الساين دي مقلوبة حاجة اسمها كوسيك، الكوزاين مقلوبة، يعني مثلا لو الساين مثلا بوان على 3 يبقى الكوسيك ب 3 على 1، المقلوب بتاعها، يعني لو دي 1 اوفر 3 يبقى دي 3 اوفر 1،
الكوزين المقلوب بتاعها اسمه سيك، طبعا سيك سيتا طبعا يعني التان. ده المفروض ما نقولش ساين كده وخلاص، نقول ساين سيتا كوزين سيتا. أنا متأكد إن مع الحل هفهم أكتر، ها؟ متأكد مع الحل هفهم أكتر. بس اعرف بس الكلام ده دلوقتي، ان هما كلهم كده تمام. كلهم بوزيتيف، يعني هنا الساين والكوزين والتان والجماعه دول كلهم اول بوزيتيف، كله بوزيتيف. طب هنا بقى مين اللي بوزيتيف في الكوادرنت ده؟ الساين بس هي اللي بوزيتيف. هتشوف دلوقتي لما نشتغل هتبقى أما سهل. الباقي مالك؟ الساين طبعا والمقلوب بتاعها اللي هو كوسيك الاثنين بوزيتيف، ولكن هنا الكوزين التان هتلاقيهم نيجاتيف ومقلوباتهم برضه. هنا التان بس هي اللي بوزيتيف تمام، هي ومقلوب، انما الكوزين يبقى الساين والكوزاين هما اللي نجم، نيجاتيف. طب هنا الكوزين بس هي اللي بوزيتيف، يبقى التان والساين يبقى هما اللي نجم. ايوه. طيب هنشوف الكلام ده مهم في ايه دلوقتي. دي اليونت سيركل، دي مهمه جدا. لازم ابقى حافظها بقى، يعني حفظها في دماغك. ليه بقى؟ مش هتنفع السنه دي بس، لا تنفع معانا مدى الحياه، مدى الحياه. يعني لازم تكون ايه ان شاء الله حافظها في دماغك، يعني الواحد يحفظها زي اسمه، مهمه جدا. الكلام ده بينفع في ايه بقى؟ ايه بقى؟ بيجي ازاي؟ يقول لك مثلا لو احنا عندنا انجل، لو جه قال لي مثلا هات لي كوزين 300. طيب كوزين 300 دي، يقوم يقول لك ايه؟ 300 دي موجوده فين؟ موجوده في أنا مش شايف الكوادرنت. غير 300. انا اقول لك اهو، ال 300 دي موجوده في الكوادرنت الرابع اهو، الرابع هنا. بس بقيت سيركل بقى مره واحده هنا كده خلاص، اسمع على جنب صغيره بس كده. زيرو ايوه ماينس اللي علميني الرابع. ايه؟ ما لازم نبص كل شويه نفسنا. 360 هي طبعا 300، يعني كانت في الرابع بين 270 و 360، هي في الكوادرنت الرابع. تمام. طب احنا كان عندنا است رول بتقول ايه؟ هنا ايه؟ هنا اس، هنا تي، هنا سي. خليها ان هي ايه؟ تمام. خليها ان هي ساين 300. اقول لك ايه؟ ساين 300. طيب طب انا هتبقى عندي كده في في الكوادرنت الرابع كوادرنت 2. الكوزين هي اللي بص، ولكن الساين نيجاتيف والتان نيجاتيف. اه يقول لك ايه؟ المهم احنا حاطين اشاره نيجاتيف كده، مبدئيا حاطين اشاره نيجاتيف. طيب ونكتب كلمه ساين. ال 300 دي زي ما اتفقنا، انا يهمني الاسماء دي زي ما قلنا 360 ماينس سيتا، وده قبل ال 180 بيسموه 180 ماينس سيتا، ده بيسموه 180 بلس سيتا. فيهمنا اللي هم ايه؟ يهمنا اللي هم الثلاث اسماء. انا في الكوادرنت الثالث اقوم قايل ايه؟ الكوادرنت الرابع اقوم قايل هنا 360 ماينس كام بقى؟ هي 300 لو انت حسبتها هتلاقي عباره عن 170. لا بص، 300 دي عباره عن ايه؟ 360 ماينس كام يديك 300؟ 360 ماينس 60 بالظبط. يديك 300. ده الحوار سهل قوي، ها؟ الموضوع سهل قوي بقى. لا لا ما فيهاش حاجه. طيب نسال نفسنا بقى في حاجه دلوقتي، يقول لك ايه؟ طيب ممكن واحد تاني يقوم قايل ايه؟ بص هتشوف الفرق بين الشخصين، ادي نيجاتيف برضه ساين 300 اهو، قال لك بس مش هتعرف الفرق بين الحلين. واحد تمام. تاني برضه يقول نيجاتيف ساين، بس مش هيسميها، هو عارف انها في الكوادرنت الرابع فهي نيجاتيف، مش هيسميها 360 ماينس. احنا قلنا الكوادرنت ده له اسم تاني 270 بلس سي. يقول لك انا ممكن اعملها 270 بلس حاجه. طب تفتكر 270 بلس كام يديك 300؟ بلس 30. طب هل الاثنين هيطلع نفس الانسر؟ يعني دي شوف عامله ازاي. طبعا. بس خد بالك بقى، يقول لك ان ال 360 وال 180 اللي هم الاثنين دول ما بيقلبوش. يعني ايه ما بيقلبوش؟ يعني لو في ساين يخلوها ساين زمايل، لو في كوزين يخلوها كوزين زمايل. يعني ما بي يعني ما بيشيلوش كلمة كو ولا بيحطوا كلمة كو. يعني ايه؟ يعني الساين يخلوها ساين زمايل، الكوزين يخلوها كوزين زمايل، ايوه خلاص يخلوها ساين.
فعشان كده ال فعشان 360 كده دايما ال 360 وال 180 بيقولوا احسن. هي هما الافضل. فهيسيبوا الساين دي ساين زي ما هي، يعني هتبقى الاجابه بص نيجاتيف ساين، شغلوه وخلاص، ودي بتتشال بقى ما لهاش لازمه، ونكتب 60. نكتب 60. طب ساين 60 لو انا جبتها بالظبط على طول بقى. هيقول لك روت 3 اوفر 2. لو جبت انت ساين 6 على الكالكوليتر هيقول لك روت 3 اوفر 2. طب هل لو انا حليتها بالطريقه دي هتطلع نفس الاجابه؟ هتطلع نفس الاجابه، بس ناخد بالنا من حاجه. طلع نفس اللي ناخد بالنا من حاجه. 270 دي برضه هتشيل. بتعملها على الكالكوليتر ازاي دي؟ ما انا هقول لك واحد هنكتب ساين 60 عادي، ساين اهو يعني نيجاتيف ساين 60 هتطلع لنا الاجابه دي على طول. نيجاتيف روت 3 اوفر 2. تمام كده؟ تمام. هنا بقى 270 برضه بتتشال، ولكنها بتغير الساين دي تخليها كوزاين، تخليها تقلبها من ساين تخليها كوزاين. الخيار ده هيبقى لو انت برضه جيت عملت دي على الكالكوليتر هتطلع لك نيجاتيف روت 3 اوفر 2. لما هيحلها كده هتطلع نيجاتيف روت 3 اوفر 2، لما هيحلها كده هتطلع نيجاتيف روت 3 اوفر 2. ولكن قال لك للاختصار او لعدم وجع الدماغ معنى صح، طالما دي ما بتقلبش ودي بتقلب، خلينا دايما نتعامل مع 360 و 180، بلاش بالظبط. 90 و 270 عشان احسن اعرف انسى ان انا اقلب ابوظ. طيب ده بالنسبه لساين 300. طب افرض الساين ده يقول لك مقلوبه كوسيك، افرض هو كان جابها لي كوسيك 300، كان قال لي هات لي تمام. كوسيك 300. كنت هشتغل نفس الشغل بتاع ساين 300، كنت بشتغل بقى بالطريقه دي زي ايه ما بقى يا ميزة؟ انا مستر سي اس سي نعم ساين سي اس سي كوزاين اختصار كوزاين كوسيك. ساين كوزاين. اختصار كوسيك، كلمه كوسيك مش كده؟ طيب الكوسيك دي يبقى ازاي؟ ما انا اقول لك بقى كوسيك 300 بعد ما انت جبت ساين 300 تقوم شقلبها بس، يعني بتعملها ازاي؟ يبقى الاجابه بتاعتها نيجاتيف 2 اوفر روت 2. يعني هي المالتيبليكيتيف انفرس بتاع مين؟ الكوسيك هي المالتيبليكيتيف انفرس بتاع الساين. تمام؟ تمام. يعني هو لو طلب منك كوسيك 300 فانت بتعمل ايه؟ بتجيب ساين 300 عادي وتقوم مشقلب، وتقوم مشقلب. هناخد كمان واحده عشان يعني نخلي بدل ما روت 3 فوق نخليها تحت بس. بس يعني هناخد كمان واحده عشان توضح الموضوع. ان لو جه قال لك ايه مثلا، خلينا مثلا جه قال لي هات لي سك، سك 200 فوت. مش شايف كويس مستر عشان النور ضارب في انا هقول لك بس واحده واحده، السك اصلا مقلوب الكوزاين، السك مقلوب الكوزاين، فانا هقوم جايب انا ايه كوزاين 240 وبعدين اتقلب. طب كوزاين 240 هجيبها ازاي؟ هسال نفسي اول سؤال، هي ال 240 موجوده في انهي كوادرنت؟ يبقى اول سؤال بسال عليه هو مين؟ هو الكوادرنت. في السرد. هي موجوده في الثيرد. طيب موجوده في الثيرد، هل الكوساين ايه ظروفها في الثيرد، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى اول حاجه هسال عن الكوادرنت، ثاني حاجه هسال عن الساين، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دول اهم ايه سؤالين هسالهم دلوقتي. دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي الثانيه هي اللي بوزيتيف، يبقى الساين نيجاتيف، كوزين نيجاتيف، نحط احنا نيجاتيف. طيب بعد كده ابتدي انسبها، انسبها يعني ايه؟ اربطها بحاجه بال 360 او بال 180، بلاش بقى ال 90 وال 270. طب هي موجوده في الكوادرنت الثالث، الكوادرنت الثالث عباره عن 180 بلس سيفن، يعني اقول 180 بلس واسال نفسي بقى هي بلس كام؟ 180 بلس كام يدينا 240؟ 180 بلس 60. 60 بس، حلو قوي. طبعا زي ما اتفقنا ال 180 مالهاش لازمه لانها مش حاسه، بالظبط مش هتقلب الكوزاين، يبقى هتبقى المساله كانها نيجاتيف كوزاين 60. احسب كده على الكالكوليتر، الكالكوليتر هتقول لي نيجاتيف. حلو قوي. طيب حلو. انت عايز علشان بقى اجيب السك 6. اكتب 2 اوفر 1. برافو عليك، نيجاتيف ماليش دعوه بالساين، نيجاتيف 2 اوفر 1 يعني هتطلع نيجاتيف. تمام. طب فهو ساعات بيديها لي بقى، بيجيب لي المساله شامله كذا حاجه، لفه بقى
لا مش لا، هو بيجيبهم لي كذا واحده منهم مع بعض بس يعني. يعني يقول لي ايه مثلا؟ يعني ممكن يطلب مني السك وال كذا يعني حاجة يقول لك بقى. يقول لك كده، يقول لك كده without using calculator. without using calculator يعني عايز يشوف لي الستبس اللي انت عملتها دي. ما انت لو كتبت تمام. الكالكوليتر هتطلع، انت لو كتبت ساين او كوزين ايوه ايوه فاهم فاهم. هتطلع. امال ايه بقى without using calculator؟ يعني عايز يشوف الستبس اللي احنا عملناها. without using calculator تمام. فاهم؟ يقوم قايل لك ايه مثلا؟ سيك 120 كوزين، خلينا نحسب سيك ساين. مش شايف كويس يا مستر عشان النور ضارب. حاضر، ما انا هصورها على ساين 360، ساين 360 ماشي. يبقى سيك 120 سنتي مثلا، 120 صح؟ بلس مثلا بلس كوتين مثلا 300، كوتين 300 مثلا كوسيك. أنا لازم أعرف يعني إيه سك وكوت. كوسيك مثلا كوسيك 60 مثلا. يا لهوي إيه كل ده؟ عادي عادي، هما كده معناهم ان بينهم تايمز، معناهم ان بينهم تايمز. فانا هعمل ايه؟ تايمز يعني ما بين السك 180 والساين 330 تايمز. طالما مجزوين جنب بعض كده يبقى دول بينهم تايمز، نعم دول بينهم تايمز. انا يفضل ان انا اجيب كل واحده لوحدها. يعني انا همسك سيك، ايوه انا هعمل كده. سيك 100 دلوقتي، انا عشان اجيبها انا مضطر اشوف السيك دي. كوادرانت 2 لا الاول السيك دي مقلوب مين؟ مقلوب الكوزاين. طب نجيب الكوزاين الاول 120 وبعدين نبقى نجيب السيك، تمام؟ ما السيك هي مقلوب الكوزاين، ثانية نجيب انا الكوزاين احنا ليه 120 الاول، تمام اهو، وبعدين ابقى اجيب ايه؟ ابقى اجيب مقلوبها اللي هو السيك. طيب تمام 120 هسأل نفسي سؤالين. السؤال الاولاني هي في انهي كوادرنت؟ هي في الكوادرنت الثاني. second one مين في اللي بوزيتيف؟ طيب السين الساين اهي، بس الاولى الساين هي اللي بص الساين لما كوزاين هي تبقى نيجاتيف. اللي هحط نيجاتيف على طول، واقوم كاتب كوزاين. طبعا مش هنسيبها، الكوادرنت الثاني ممكن يبقى 90 بلس ثيتا، بس انا مش هنسب بال 90، انا هنسب بده تمارين على دول. طيب هنسيبها ال 180، هو مالي هي عباره عن 180 ماينس حاجه. ايه هي الحاجه دي تفتكر؟ ماينس 6 حلو. بعد كده ابتدي اعمل ايه؟ ال 180 تتشال لانها مش تعمل حاجه في الكوزين، يبقى هاجي المستقبل بقى اكتب ايكوال نيجاتيف كوزين بالظبط 6، هجيب ايكوال نيجاتيف 6 نيجاتيف كوزين 6. كوزين 6 هي بتاع الكالكوليتر، هتلاقي ادتك اهو، يبقى نيجاتيف اهو. طيب طالما نيجاتيف اهو ابتدي انا بقى، انا جبت الكوزين، انا عايز، مش عايز كوزين، انا عايز سيك. يبقى سيك 120 هتبقى سك عباره بقى عن، نقلب بقى نكتب نيجاتيف 2 اوفر 1 هنشقلب دي، هتبقى نيجاتيف 2 اوفر 1 يعني نيجاتيف 2. داروز دي كده لان دي انا عاوزها. طيب خلصنا من اول واحده، نجيب ثاني واحده ساين 330. السؤال الاول هي دي موجوده في في كوادرانت 4 الرابع، ما هي في 270 دي. ما خد بالك اي حاجه في ال 100 وهي هتبقى بنيجاتيف برضه. اقول لك حاجه حلوه، اي حاجه في ال 100 هتلاقيها في الدنيا، لان انت ما بين 90 و 180، اي حاجه في ال 200 هتلاقيك في الثاني، اي حاجه في ال 300 هتلاقيك في الاول. حلو علمها كده، كويس 100 في الثاني، بص ال ماشي 100 في الثاني، ال 200 في الثالث، معايا ولا مش معايا؟ في الثالث يعني بعدها 300 بعديها في برقم. الرابع، 300 في الرابع، وفعلا ايه؟ 270 360 هتلاقيك في الرابع. طيب يبقى الساين ايه ظروفها في الرابع؟ الساين نيجاتيف في الرابع، كوزاين هي اللي بوزيتيف.
يبقى الساين هتبقى بالظبط، نيجاتيف. يبقى نكتب 300، نفتح نعمل brackets 360 minus 30 ايوه تمام، بعد كده هتبقى شال 30 نيجاتيف ساين، نيجاتيف ساين ايكوال 30 نيجاتيف ساين 30. نيجاتيف ساين 30 على طول. طب نيجاتيف ساين تمام. 30 لو بتاع الكالكوليتر هتديك برضه نيجاتيف اهو، وهي طبعا جايه ساين جاهزه، يبقى انا مش هشقلب حاجه، يبقى سيبها كده مروزه على كده. مظبوط. طيب عايزين نجيب كوتان 300، عشان اجيب كوتان 300 مضطر اجيب تان 300 الاول. طيب تان 300 ده بس تن دي في الرابع صح؟ ماشي مظبوط. تبقى نيجاتيف. نيجاتيف 300 نيجاتيف نيجاتيف 10 300 60 60 ماينس 60 60 ايكوال نيجاتيف 10 60 نيجاتيف 1060. لو انت حسبتها 1060 هتلاقي طلع لك روت 3 نيجاتيف روت 3. طيب بس انا مش عايز تاني، انا عايز كوتان. يبقى كوتان ال 300 هشقلب انا دي، هتطلع نيجاتيف 1 اوفر روت 3 لان هي طبعا تعتبر اوفر 1. طبعا. فاضل لي كوسيك 6، اوكي كوسيك 60 كوسيك مقلوب الساين. يبقى انا هخلي مقلوب ساين 60 الاول. ساين 60 هتدينا نوت 3 اوفر 2. دي مباشره بقى، مش هنسيبها لحاجه ولا هسال نفسي ليه، لان ال 60 موجوده في الربع بالظبط. الاول. اللي موجوده في الربع الاول ما تسالش عنها ولا تسالها ايه الساين ايه، قطع على طول ولا هتقلب ولا هنسيبها ولا هنعمل اي حاجه زي ما هي. طيب ساين بالظبط. 60 كوس 3 اوفر 2. طب ما ده يخليني اقول ان كوسيك 60 المقلوب بتاع الكلام ده هيبقى 2 اوفر روت 3. كويس. تمام. في الاخر خالص بقى انا هقول له ايه؟ ممكن اقول له اكسب. نعمل بقى ايه؟ نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2. برافو عليك. اكسبريشن على المساله بتاعتي، اول واحده طلعت نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2. تايمز نيجاتيف 1 صح كده؟ بلس ايوه. ده نيجاتيف 1 اوفر 3. وما توجعش دماغك وبص في نيجاتيف بنيجاتيف على الكالكوليتر كله. تايمز 2 اوفر 3 بس. بس وهتقوم مطلع كده. هتدي بقى الناتج في الاخر. نعم؟ هقول لك انا تطلع كام؟ هتطلع 1 ماينس 2، هتطلع 1 اوفر 3. هو في الامتحان بقى ممكن يجي يقول لك ايه؟ ايوه ممكن يجي يقول لك بدل، يقول لك فايند، لما يقول لي كلمة فايند يقول لي بروف ذات. ايوه بس بروف ذات بتبقى اسهل، عارف ليه؟ لان بروف ذات هو بيبقى مديني الاجابه. مديني الاجابه ازاي؟ يعني هيقول لي بروف ذات ان هو الكلام انا ده يا دوبك بس هعمل التبس. بروف ذات ان الكلام ده ايكوال 1 اوفر 3. فانا هقعد شغال فيها كلها، طلعت في الاخر 1 اوفر 3، اقول له بايه؟ بروف. خلصت خلاص. انت معايا؟ فهمت كويس يا ادم ولا ايه؟ لا ده سهل جدا. طيب عشان هدي لك واحده بس تعملها لي. انت عندك اليونت سيركل مرسومه على الجروب، هدي لك انا بقى واحده ايه تعملها لي. اللي هي يوزنج كالكوليتر دي بتاعت تعملها لي. اوكي؟ ماشي؟ الو؟ ما استخدمش كالكوليتور يعني؟ لا زي دي كده هتعملها بنفس الطريقه دي. تعملها بنفس خلاص الطريقه دي. تمام نسيبها والكلام ده كله. لان هو عايزها كده، ماشي عايزها كده. هو without using calculator، تمام. هو شايفك وانت بتستخدم الكالكوليتر، هو مش شايفك. بس هي الفكره ايه؟ without بس using انا calculator مستر، بس عندي سؤال. يعني عايز يقول لك اعملها لي بستبس. اعملها لي بستبس يعني ما ايه؟ تمام. اصل انت لو اصل انت ثانيه واحده، انت لو ضربت من الاول كوزان وعملت كوزان على الكالكوليتر هتقول لك نيجاتيف على طول. ولو ضربت صح شويه ترامبس طلع لك نيجاتيف على طول كده. ولكن هو عايز يشوف الستبس. هو عايز، هو ليه بيقول لك ده بتيوز الكالكوليتر؟ هو عايز يشوف الستبس دي. فاهمني؟ طيب طب تمام، انا موافق. بس انا عايز بس افهم حاجه، امتى اعرف ان السي او تي مثلا تطلع، ان اعرف ان دي كوزاين، والسي اس والسي اس سي اعرف ان دي كوزاين كده. ما انا هكتبهم لك في كلمة، هكتبهم لك كلمة. انا صورت بس دي الاول. هي في رول بتقول ايه؟ يعني لما يقول لي سي او تي اعرف ان هو عايز مثلا تام. ما انا هقولهم لك زي رولز اهو. هما رولز فعلا. يقول لك ان كوسيك سيتا، هقولهم لك بالاسم ده،
يقول لك ان كوسيك، هديها لك واديك اكزامبل عليها. كوسيك ثيتا ايكوال 1 اوفر ساين ثيتا. ايه 1 اوفر دي؟ عايز اقول لك المالتيبليكيتيف انفرس بتاعها. يعني بمعنى اصح اكزامبل كده، لو انا قلت لك ساين ثيتا ايكوال بس مثلا 2 اوفر المالتيبليكيتيف 3، انفيرس ده انت خدناه في ثالثه ابتدائي. اصل انا 2 اوفر دي حاجه تقول يا ادم. مالتيبليكيتيف انفيرس دي خدناها في ثالثه ابتدائي. مالتيبليكيتيف انفرس يعني شقلب، شقلب الفراكشن ايوه ابسايد داون، بس مالكش دعوه بالساين. يعني لو فينا نيجاتيف مالكش دعوه بالنيجاتيف، سيبها نيجاتيف زي ما هي. انت بتشقلب يعني لا الشرح، لا انا مش قصدي كده يا مستر، نعم. انا قصدي لما يقول لي سي اس سي يبقى الكوسيك بجيب له الساين، ساين ولا اجيب ايوه له، معاك. لو قال لك بقى ايه سيك اجيب بقى، له ساين. هو انت هتلاحظ حاجه، هتلاحظ حاجه، بص بص 1 اوفر بياخد الحرف 2 اللي في النص ساين، اللي في الاخر. هعلمك حركه حلوه ما تلخبطش. هي كوسيك دي اصلا ماشي كانت فيها او هنا، كان فيها ايه هنا، بس الاختصار شالوها. لو انت ملاحظ حاجه اللي فيها كو مقلوب اللي ما فيهوش كو، واللي ما فيهاش كو مقلوب اللي فيها كو، شايف؟ بص يعني كوسيك ايوه تبقى ساين، مش كوسيك تبقى كوزاين. يعني ما ينفعش كوسيك مع كوزاين، هما الاثنين كو كده ما ينفعش، اصل كو دي بتدي معنى كوتيرمينال او العكس. فكده اللي فيها كو مقلوبه وما فيهوش كو، كده اللي ما فيهاش كو مقلوبه فيه كو، كده الثاني. او حتى بص يعني لما الثاني، يقول لي سك يبقى عايز كوزاين، ولما يقول لي كوسك يعني عايز ساين. برافو عليك، وتشقلبها. بالظبط، يعني اللي جاوب في الاخر هتكون مش قالب، بس احنا متعودين. طبعا ما ينفعش نفس الاجابه. طب كو تان، بالظبط، صوتي سيتا تبقى تان. بص هطلع بص كو تان دي تان بس، انت معايا؟ بس يعني دي هم الرولز بتاعتك. بيس احكي لك انا واحده حتى بالكتاب أمان. المسألة